نحن في مدينة الصمود والتصدي، مدينة الشهداء نبل، رغم كل الظروف الاقتصادية ورغم كل الضغوطات التي والتحديات التي تمارس علينا، نحن نمارس عملنا في التربية ومجال تنشئة هذا الجيل الرائع، هذا الجيل الذي نفخر به ونعده إعدادا تربويا وأخلاقيا وبدنيا من أجل أن يكمل المشوار. نحن بنات الأجيال كنا وما زلنا لنا الدور الأساسي والدور التربوي الهام على تنشئة أطفالنا تنشئة سليمة لمواجهة هذه التحديات التي مرت على سوريا. نحن في الجهاز التربوي والكادر التعليمي في محافظة حلب مستمرين في العطاء، وسنستمر في عملنا التربوي داخل مدارسنا وأمام طلابنا بكل جد ونشاط، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطر العربي السوري، وبالرغم من الحصار الجائر الذي تمارسه الصهيونية الأمريكية علينا، ولكن سنتحدى كل ذلك وسنثبت للعالم بأننا أكفاء. نحن ككادر تربوي في هذه الظروف العصيبة كنا وسنبقى صامدين رغم كل ظروف التحدي التي تواجه سوريا الحبيبة. بالرغم من الظروف القاسية التي تمر بها سوريا وهذا الحصار الجائر على بلدنا الحبيب، ما زال الكادر التربوي والكادر التعليمي نبع العطاء، الشمعة التي تشتعل وتحترق لتنير ما حولها في سبيل رفعة وتقدم أجيالنا القادمة لبناء سوريا القادمة، سوريا الفكر، سوريا الحضارة، سوريا الإنسانية والسلام.